في الحضارة الفرعونية وفي عصر الفراعنة في كتير من الألغاز المحيرة اللي محدش قادر لحد دلوقتي ان هو يكتشفها. يعني عندنا مثلا جيوش الظلام والطلاسم اللي مبنية حوالين السور اللي كان محوط حوالين مصر زمان في عهد الفراعنة، ده غير ان احنا مش هننسى كمان المدينة اللي موجودة تحت ابو الهول وسر ابو الهول، وهو كان بينطق وبيتكلم وبيقول للمصريين على كل حاجة وبينبههم، ده غير الملك سورد اللي باني الأهرامات وهو الباني الحقيقي للأهرامات اللي قال مقولته الشهيرة: لقد بنيت الأهرامات في 6 أعوام وأتحدى أي حد من الملوك أنه يهدمها في 600 عام. السلام عليكم، معكم أخوكم محمد عاصم، أهلا وسهلا بيكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وبشكركم على تشغيلكم للفيديو. وعايزين كده يا جماعة اللايك، عايزين نعمل في الفيديو ده فعلا. الناس اللي بتكسل عن اللايك، الناس اللي مش عايزة تدوس لايك، ياريت كده يعني يبقى في تقدير. النهاردة بنتحدث عن أساطير الفراعنة. أول حاجة طبعا لأني محبتش أقول أساطير القدماء المصريين، لأن أنا عشان أكملها تبقى الفراعنة، لأن كلمة فراعنة في حد ذاتها أنا شايفها أسطورة وعبارة عن أنك أنت بتحقر وبتقلل من الحضارة المصرية القديمة. نقول يا علوم الحضارة المصرية القديمة أو علوم المصريين القدماء أو أساطير الفراعنة، هتبقى راكبة مع بعض. القدماء المصريين أو الحضارة المصرية القديمة قبل شامبليون وفك حجر رشيد كانت عبارة عن شيء، ومن بعدها كانت شيء تاني. ما كانش معروف قبل شامبليون وفك حجر رشيد غير من القرآن الكريم، ودي الحاجات اللي هي الثوابت والحاجات اللي هي الحقائق، زي عندنا سيدنا موسى عليه السلام وواحد كان اسمه فرعون، وكان عندنا سيدنا يوسف عليه السلام والقصة بتاعته. زاد عليها بقى مجموعة في التاريخ العصور الوسطى، مجموعة من الأساطير الكثيرة والكثيرة جدا كمان يا جماعة. ده الموضوع وصل لموضوع كده انك انت فعلا بتتفرج على فيلم The Lord of the Rings، بتتفرج على حاجات غريبة وبتقرأ عن حاجات غريبة. الحقيقة خلينا نبقى واضحين كده مع بعض، ان كان في حاجات كتيرة قبل شامبليون كانوا بيبصوا الى الخط الهيروغليفي، سواء بقى الخط الهيروغليفي او الهيراتيقي او الديموتيقي، وسبق واتكلمت عنهم باستفاضة كبيرة في فيديو هتلاقوه في شرح الفيديو. كانوا بيبصوا للهيروغليفية على انها مجموعة من الرسوم والطلاسم، وكانوا كمان بيفسروها غلط. فمع التفسيرات الغلط ومع الاساطير اتبنت حاجات كتيرة غلط جدا، رغم ان كان في مؤرخين موجودين عندنا يونانيين ورومان، زي عندنا مثلا كان في هيرودوتس، كان عندنا في بلوتارك، كان عندنا ديودورس، كان دول كلهم كانوا بيكتبوا عن الحضارة المصرية القديمة، ولكن كان المصريين ما بيقروش خالص عن الحضارة المصرية. يعني حتى في العصور الوسطى كانوا الأوروبيين أو ما بعد العصور الوسطى وفي القرن ال17 وفي القرن ال18 كانوا الأوروبيين عندنا يعرفوا عن الحضارة المصرية أكتر ما المصريين يعرفوا تماما. يعني مثلا عندنا في أحد المستشرقين كان اسمه فان هومر، وكان بيتحدث فيه عن الدولة العثمانية، فكان أثناء الكلام بيتحدث ذكر عن مصر لما كانوا العثمانيين في مصر، وبلاش أتكلم في الموضوع ده عشان في ناس بتتقمص. لما كان حصل الكلام ده كانوا بيتحدث، جاب السيرة عن مصر، فقال لك إن كانوا الأوروبيين بينظروا إلى مصر بنظرة خالص غير ما المصريين بيبصوا. يعني قال لك إن العرب والرومان والفرس كانوا بينظروا إلى مصر والحضارة المصرية القديمة نظرة مختلفة عن نظرة الأوروبيين. يعني قال لك مثلا على سبيل المثال كانوا الأوروبيين بيقروا عن الحضارة المصرية على إن هي منبع الحضارة ومنبع علوم الهندسة والفلك والزراعة، وإن هم أول الحضارة اللي عملت الكلام ده، ولكن غيرهم من العرب ومن الفرس ومن الرومان ومن العثمانيين كانوا بيشوفوا الحضارة المصرية على إنها منبع للكنوز اللي موجودة تحت الأرض. المفكر المصري سلامة موسى، الأستاذ سلامة موسى، بيحكي عندنا في سنة 1908 راح أوروبا
الكلام ده في سنة 1908. خد بعضه كده وراح على أوروبا، وهو بقى مصري اكتشف إن الأجانب والأوروبيين بيتكلموا معاه عن الحضارة المصرية بشكل هو نفسه معرفش، مش عارف يرد. هما بيتكلموا معاه على أساس إن أنت بقى مصري وعارف الحضارة وهتقدر تقول لنا عن الحضارة بتاعتك، ولكنه بمجرد ما رجع من أوروبا قرر إن هو يروح الأقصر وأسوان علشان يتعرف على حضارة بلده اللي الغرب عارفها أكتر من الحضارة المصرية. نقدر نقول يا جماعة من الكلام ده إن بعدم الوعي وعدم الثقافة وعدم المعرفة ظهرت عندنا الأساطير الكبيرة اللي للأسف ناس لحد النهاردة مؤمنين بيها، اللي هم ما عندهمش اي اطلاع او اي نظرة للعلم ده. انت ببساطة حضرتك عايز تقرأ عن الحضارة المصرية، جرب كده اكتب ايجيبتولوجي. انا ما بقولكش اعرف حتى مني يا سيدي، ادخل كده واكتب ايجيبتولوجي وشوف المواقع اللي هي بتعمل ابحاث علمية عن الحضارة المصرية، وانت تعرف قيمة الحضارة المصرية دي كانت ازاي. الحقيقة ان مع دخول الرومان في مصر وعبر الوقت كانت بداية مع التدريج نسيان وبداية نسيان وطمس الحضارة المصرية، ومع دخول المسيحية في مصر تم تهميش بعض المعابد وتم مسح، وان هم شالوا كتير من الكتابات والخط الهيروغليفي من المعابد، بل تحول كتير من المعابد حولوها الى اديرة وكنائس. وزود الموضوع اكتر مع دخول الاسلام ودخول العرب في مصر، برضو المسلمين او العرب في مصر لم يهتموا بالكتابات والكتب اللي كان بيكتبها اليونانيين، الكتب اليونانية والرومان في الفترة دي التاريخية عن مصر، بالرغم ان العرب كانوا رائعين جدا في مجالات علوم كتيرة، الا انهم ما اهتموش قوي بموضوع التاريخ ومجال وكتابات التاريخ عن اليونان وعن الرومان. في الفترة دي بقى لم نقدر نقول ان الموضوع اتكمل عليه تماما. ده غير ان اصلا الفترة دي اللي أنا بحكيها كانت النظرة للأثار ما كانتش نفس النظرة للأثار في الفترة الحالية. ولكن لما نيجي نبص هنلاقي أن القدماء المصريين نفسهم كانوا بيمجدوا وبيحترموا أثار أجدادهم وأسرات اللي قبلهم أكتر ما العصور اللي جت بعدها كانت بتنظر للأثار. يعني ده بيعكس كمان مدى مستوى الوعي والثقافة اللي كان فيها الحضارة المصرية عن الحضارات اللي كانت بعدها. ولكن بغض النظر عن الموضوع ده نقدر نقول ان الحضارة المصرية على مر الوقت تم تهمشها وتم الاعتماد بس على بعض الرواة اللي كانوا كويسين في اجزاء كبيرة من التاريخ، ولكنهم ما كانوش يعرفوا حاجة عن التاريخ المصري القديم. كان الموضوع عبارة عن نقل ونقل الى اصبح عندنا من بعض الخرافات اللي بتنقل. يعني مثلا عندنا المقريزي لما تحدث عن مصر قالك ان مصر زمان كان اسمها جزلة، جزلة زي ما انت بتسمع كده الكلمة. وبعد كده كان بقى قالك ان مصر اتسمت من مصرايم ومصرايم، وجي برضو ابن تغري، بس ابن تغري بقى حب ان هو يزود قالك ايه ان جزلة لا، هي اصلا كان اسمها زجلة وكان اتحرفت بعد كده لجزلة. وحنلاقي ابن اياس برضو بيتحدث في امور الكلام اللي انا مش عايز اخد فيه عشان ما يعني الناس دي برضو مؤرخين ورائعين برضو بصراحة، ولكن في الامور دي هم ما اخترعوش القصص دي، ولكن هم نقلوها عن اللي قبلهم، نقلوها عن اللي قبلهم بكتير. ولكن المثبت عندنا ان مصر زمان ما كانش اصلا اسمها مصر خالص. يعني حتى قلتها قبل كده في الفيديو الخاص، النبي عليه الصلاة والسلام لما حتى كان بيراسل ملك مصر ملك القبط قال ملك القبط، ما جابتش سيرة مصر في الرسالة اللي ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وملك القبط خالص. مصر في الحضارة المصرية القديمة قلنا قبل كده كان اسمها ايجيبت، وعندنا كان في كيمت هي دي المسجلة، لكن ما كانش في مصر. ولكن على كل حال نقدر نستخلص ان ظهرت الكتير من الخرافات والكلام والنقل الكتير عن اشياء ما كانش ليها اي حاجة. لما نيجي نبص كده عن الاهرامات، في الاهرامات بقى طلعت اساطير كتيرة زي عاد بن شداد هو اللي بنى، ولكن الاكتر انه قالك ان الملك سرد
وده من الملوك اللي حكموا مصر قبل الطوفان عرف بموضوع الطوفان وجات له نبوءة وشاف رؤية في حلم بالطوفان، وكان الملك سورد هو اللي بيحكم مصر عن بكرة أبيها كاملة وكلها إنه هي مصر هيجي لها برضو الطوفان، فقرر بناء الأهرامات وإيداع فيها كل تماثيل الذهب والعلوم وأسرار الكون والفلك والرياضيات وكل الكنوز الكبيرة إنه هو يوضعها في الأهرامات حفاظا على نفسه. ده اللي اتقال عن الأهرامات، أي أن الأهرامات بنيت قبل الطوفان. ده غير بقى كلام تاني يقولك لا 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 لا، اللي بنى الأهرامات كانوا روحانيات متمثلة من الجن والملائكة، يعني شوف جمع الجن والملائكة مع بعض. وقالك ان اصلا الهرم الاكبر بيحرسوا جنية كبيرة جدا بتمشي وساعات بتكون شبه عالية امام الناس اللي بيحاول ان هو يقرب من الهرم، واما الهرم الاوسط فبيحكمه غلام مارد كبير وبيفضل بالليل رايح جاي قدامه، وبالهرم الاصغر عبارة عن كاهن او قديس وبيبقى ماسك مبخرة. واتحكى بقى في العصور الوسطى عن قصص ان مجموعة واحد حاول ان هو يختلي بواحدة جوه الهرم فجريوا حالة صرع، وتلاقي الاساطير اللي بتعكس ان الفترة اللي كان فيها موضوع ان ياخدوا الأثار أو يروحوا للأماكن الأثرية وتبقى خلوة ويطلع فيها الجان ويطلع فيها الكلام ده. ده غير بقى عندنا موضوع أبو الهول. أبو الهول بقى طلع فيه الكلام الكبير، قالك إن أبو الهول كان عنده القدرة على النطق والكلام وانه ينبه المصريين، واتبنى عند مدخل مصر من عند منف علشان ينبه المصريين لانه كبير كده، فاول ما هيشوف عاصفة جاية يقول للمصريين بصوا ادخلوا بيوتكم عشان في عاصفة، او اول ما يشوف جيش كبير جاي عليهم هو بقى ابو الهول بقى فايه يقوم قايل لهم كده. ووصل الموضوع بخرافة انهم قالوا ان سيدنا موسى عليه السلام راح لأبو الهول وقال له انت بتتكلم وبتفكر يبقى انت مكلف وعليك انك انت تؤمن برسالتي. فأبو الهول بص لسيدنا موسى وقال له انا مش هبقى مؤمن برسالتك. فسيدنا موسى راح مسك العصاية وراح ضربها على على مناخير أبو الهول فانكسرت مناخير أبو الهول. لا بقى والموضوع وصل، قال لك بقى وشوف بقى قال لك ايه بقى. الكلام ده كان برضو قديم، ان احد الصوفيين الشيوخ الصوفيين هو شاف ابو الهول فكان محرمه عايز يهدمه، مسك من مناخيره وقعد يكسر فيها، فلما اتكسرت الطلاسم السحريه اللي كانت موجوده راحت، فحصلت في مصر عاصفه كبيره، عاصفه كبيره جدا، فالمصريين عرفوا ان ده كان غضب فراحوا ماسكين الصوفي وراحوا مموتينه. وعلى فكره طبعا بغض النظر على ان الموضوع القصه ديت ممكن تاريخيا ان كان في فعلا احد الصوفيين بيتحدث، ولكن ننتبه لحاجة مهمة قوي، ننتبه ان سواء بقى الاسطورة الخيالية بتاعت سيدنا موسى مع ابو الهول او سواء الراجل الشيخ الصوفي مع ابو الهول، ولكن كان مواضيع دي كلها عندنا من الخيال، ولكن كان فيها حقيقة واحدة فبتثبت ان نابليون بونابرت بريء من هدم أنف أبو الهول. والدليل على كده أن القصص دي كانت موجودة في العصور القديمة قبل أصلا مجيء نابليون بكتير جدا. دي حاجة. اما بقى بالنسبه للاسوار الكبيره والمحيطه حوالين مصر وجيوش الظلام، ان كان في ملكه حكمت مصر كان اسمها دلوكا، والملكه دلوكا عملت سور كبير من اسوان الى العريش، وكان عليه بقى الصور بتاعه الجيوش وبتاعه المراكب والسفن الحربيه، واذا هاجم مصر جيوش جراره جايه على مصر والجيش بتاع مصر ما قدرش عليه، الطلاسم السحريه تطلع الجنود من الاسوار ويحولوهم لمقاتلين يقاتلوا، وإذا جاء عندنا عدو من البحر جاي فكانت الطلاسم والصور بتاعة المراكب تتحول إلى مراكب، ما تفهمش بقى إزاي هتجري من الرملة للبحر، المهم يعني هتجري وتحاربهم. كلام غريب جدا، وإن هي بنت مدينة أو حاجة كده زي معبد اسمه بربا وعليه التماثيل الضخمة، ومن الواضح قوي إن اللي هبد الهبداية بتاع الدلوكة الظاهر إن هو كان بيحب يروح حمام بلدي قوي، وكان في واحدة بتدلكه بصراحة فسماها الملكة دلوكة.
ده غير بقى عندنا المسعودي اللي بيتحدث عن الملك نكراوس واللي بنى مدينة اسمها أمسوس ومدينة الخرافية وان فيها طلاسم وفيها تماثيل متلصمة وان اي حد بيعدي كانوا بيعرفوا ان هم يوقفوه. الحقيقة يا جماعة انا ما بعبش لا في المسعودي ولا في ابن خلدون ولا في المقريزي ولا في ابن اياس لان هم نقلوا عن ناس ونقلوا عن ناس ونقلوا عن ناس. الفتره دي يا جماعه ما كانتش في الحضاره المصريه القديمه في اي معرفه صحيحه بالخطوط المصريه، لا بالخط الهيروغليفي ولا بالهيراتيقي ولا بالخطوط الديموتيقيه ولا الكلام ده خالص. كان كل الموضوع عباره عن اساطير. فعلا احنا بنقول دلوقتي او انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان اي حد هتلاقيه انه هو بيتكلم الكلام ده على انه حقيقة اعرف انه هو هباد ملوش في الحضارة المصرية ولا في التاريخ المصري خالص. الصراحة لو سمحتوا يا جماعة، التاريخ المصري عبارة عن علم وليه مختصين وليه باحثين ودراسات وحقائق أكاديمية موجودة عندنا. التاريخ المصري القديم اسمها الحضارة المصرية القديمة. أتمنى يا رب أن المعلومات البسيطة دي بقى تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هوصيك بقى لو عجبك الفيديو ندوس لايك على الفيديو، لو حضرتك أول مرة تشوفني وتشرف في القناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة، وأشوفكم على خير، سلام عليكم.